يخشى المراقبون أو المتابعون للشأن السياسي أن ينجرف كل الفرقاء إلى التحشيد في الشارع، وذلك ربما يحدث انفلاتات أو يذهب بالخصومة السياسية إلى مآلات أخرى أمنية أو اجتماعية قد لا تحمد عقباها أو قد لا يستطيع من بدأها أن ينهيها. تقديري الخاص أنه النزول إلى الشارع يعتبر منعرج خطير في الأزمة الموجودة في تونس، لأن الخروج إلى الشارع أمر لا يمكن التكهن أو التنبؤ بمآلاته. الصدام الموجود في الشارع والذي سيحدث في الشارع يمكن أن ينحرف بتونس إلى منعرجات خطيرة، من الصعب جدا التحكم فيها، مثل ما يتم التحكم في الخلافات في المقاربات القانونية والدستورية، أيضا في صراعة الخطابات السياسية وفي حرب التصريحات. الخروج إلى الشارع معطى شديد الخطورة تقديري الخاص، يجب الانتباه كثيرا إلى هذا الأمر. ما تشهده تونس اليوم ينذر بحرب أهلية قادمة. التصعيد، التحشيد للشارع ليس بالأمر غير، لكن نعود إلى أسباب المشكل. المشكل هو بين قيس سعيد والنهضة، ولا يخفى على أحد بأن هذه النهضة هي تنظيم حديثي له تاريخ في العمل السري وفي المظاهرات وفي الاغتيالات. اليوم بعد 2011 رأينا أن تونس ستقلع. كنا نحلم، ولكن للأسف ما نشهده اليوم هو دق لطبول الحرب. التصعيد ليس في صالح تونس. هي طبعا محاولة من حركة النهضة والائتلاف الداعم للحكومة أو الوسادة الحكومية لإظهار أن هناك مدا جماهيريا أو أن هناك دعما شعبيا لحكومة المشيشي، وهذا نوع من المخاطرة التي قد تجر أحزابا أخرى وأطرافا أخرى إلى استعراض جماهيريتها أيضا في الشارع، مما قد يولد تصادما من أي نوع كان. وهي بصراحة نوع من البدعة السياسية، لأن حركة النهضة وحلفائها هم الطرف الحاكم، وهم الطرف الذي فرض التحوير، وهم الطرف الذي يدافع عن التحوير. فضد من ستتظاهر؟ ولأول مرة حزب حاكم يتظاهر في الشارع ضد المعارضة، وهي ربما بدعة من البدع. والخروج مناصري الائتلاف الحاكم إلى الشارع يتوازى بشكل مباشر مع وجود تهديدات ترهابية إلى تونس، أيضا يتوازى مع وجود تحركات اجتماعية في أغلب محافظات الجمهورية التونسية. كل هذا يدفع في سياق توتير الوضع الاجتماعي أكثر في تونس. ما أخشى ما أخشاه هو حالة الانفلات التي يمكن أن نصل إليها، وخاصة يمكن أن تتسرب بعض العناصر الإرهابية إلى الوقفات الاحتجاجية والتجمعات، ويمكن أن تحدث الكثير من الإشكاليات، خاصة وأن الوضع حاليا غير آمن حسب الكثير من التقارير الأمنية. المعروف عن قيس سعيد منذ أن وصل إلى السلطة، المعروف عنه أنه يرغب بإلحاح في استئصال الفساد، ولكن هؤلاء الناس يريدون تنظيم الفساد. هناك فرق بين استئصال الفساد وتنظيم الفساد. من هنا وقع الحيل. الاستئصال يعني ثورة أخرى، وهذا ما لم يستصيغه راشد الغنوشي ولا نبيل القروي. انتهى. هذه المشكلة. هي صحيح كل الخلافات ستنتهي في نهاية الأمر، وقد يتوصل الفرقاء إلى حلول ربما ترقيعية، حلول مؤقتة، حلول تامة، لكن ما لا يستطيع أحد التوصل إلى حل له هو الوقت والجهد الذي يضيع على البلاد في ظل أزمة اقتصادية خانقة، أزمة وبائية جائحة.
هذا الانحراف سيمثل إشكال كبير في مستوى التعاطي مع الأزمة الاقتصادية، أيضا الأزمة الاجتماعية، لأن الملفات المطروحة حاليا هي ملفات حارقة تتطلب حلول عاجلة، والامتداد الأزمة السياسية وأزمة الصراع بين مؤسسات السلطة سيجعل هذه الملفات تتعقد بشكل أكبر، ومن الصعب جدا حلها في المستقبل. أعتقد أن المشيشي سيتنازل، سيتنازل، والنهضة أيضا ستتراجع، لأنه مش من صلاحهم الاستمرار في التصعيد الذي سيؤدي بنا إلى مرحلة أخرى فيها انتخابات أخرى قد يسقطون.